حبيبي. يلا تصبح على خير. باي. شو القصة؟ كريم رح يرجع يعيش معه. ايه. شو ايه؟ شو مشانك انت وياه؟ يعني لك الشيء اللي صار اليوم بصراحة مو متفق عليه، صار هيك بمحض الصدفة. يعني عمليا أنا وبشير مو حاكيين بشيء، لا وين ولا إمتى ولا كيف. وشغلتنا مطولة، أنا أصلا ماني مقررة أعمل شيء قبل ما يمر سنة على وفاة رجائي الله يرحمه. لك سنة شو؟ أساسا أنا ما صدقت أخلص منك. حبيبتي ما رح تخلصي مني، حتيجي تعيشي معي. كمان يا حبيبي من لجوازة، يعني من أول مبلشة مع شب وبنت طوال عرض. أساسا يمكن أسبقك. إن شاء الله ناوية ترجعي لفريد؟ لا، بس في شاب بالمكتب من مدة وهو عم يبدي لي إعجاب وتودد، ناوية أعطيه فرصة. نور، بعرفك أركز من هيك، لسا مالك يومين تاركتيه لفريد، لحقتي تخططي تعملي بلان للعلاقة الجديدة؟ ليك رح أحاكيكي بصراحة، أنا من وقت كنت مع فريد إعجاب هذا الشاب كان شاغلني، وما كنت قادرة أتجاهله. يعني شاب مميز، كل شي فيه بخليني أعطيه فرصة تانية. بعدين أنا ما عم قلك إنه صار شي أو رح يصير شي بسرعة. كل ما هنالك كان إذا زدت شي كلمة إني أتجاهل أو أزور. هلأ رح صير أضحك. ولنشوف شو الله بيسر. شو نرجع؟ نرجع.